تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سموه رعاه الله لقب قائد للعمل الإنساني. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى تحية طيبة، وبعد باسمي وباسم إخواني الوزراء يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة لمنح سموكم لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة. كما يسعدني والعالم أجمع يحتفل اليوم بذكرى منح سموكم رعاكم الله هذا اللقب غير المسبوق أن أعرب عن بالغ الاعتزاز وعظيم العرفان بدوركم الكبير وبصماتكم الواضحة في العمل الإنساني ومسيرتكم الحافلة بالعطاء ومد يد العون لإغاثة المنكوبين ونصرة المظلومين واللاجئين، حتى غدت الكويت نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني والخيرية وحظيت بمكانة مرموقة جعلتها محل تقدير واحترام كل الأمم. خالص تحياتنا وتمنياتنا لسموكم حفظكم الله ورعاكم بدوام نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظكم القدير أبا وقائدا ورائدا لوطن العزيز أبنائه الأبرار، وأن يوفقكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لتستكملوا مسيرة الخير والرقي والتقدم لوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم، مع أطيب التمنيات جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، معربا سموه حفظه الله عن خالص الشكر على ما عبر عنه سموه معالي الوزراء من تهاني ومشاعر طيبة ودعاء صادق بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني، مؤكدا سموه رعاه الله أن سعي النبيل والمتواصل لدولة الكويت في إغاثة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في شتى بقاع العالم. سائلا سموه المولى تعالى يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة وتعزيز مكانته المرموقة في مختلف المحافل الدولية.